السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين الشرقية للمواشي على اليوتيوب حياكم الله. أخواني من سوريا من ماقف مشيرفة، اليوم 1 أيار 2024، ما شاء الله تبارك الله، عندنا حلال طيب نجدي ما شاء الله، فطايم بزرة ما شاء الله تبارك الله مع فحولة، اللهم صل على النبي. هذا خاروف، طبعا خرفانة ذنة، هاي فطيمة، وهذا خاروف، ايه هذا، وذلنا الثلاث فطايم ما شاء الله تبارك الله، وهاي الجبة من عجل جبة، وهاي رباعية ما شاء الله تبارك الله، هاي الجبة اخواني، وهاي حايل، اللهم صل على محمد تبارك الله تبارك الله. طبعا اذلنا موجودات من منطقة دير الزور، والرجال صاحب يعني اللي يريد شيء منهن يوصل وين ما يريد، على الرقع، على الدير، على الغامشلي، نعم ما شاء الله تبارك الله. والحلال كله مفحل على نجادي، طبعا ما عنده غير الحلال هذا الرجال. هاي فطيمة عشاب، فطيمة لسه، فطيمة عشاب ما شاء الله تبارك الله، مهجنة يعني، بس اضرب لي راسي ايوه، خلاص 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 خلاص، ما شاء الله تبارك الله. الله محمد، هاي فطيمة عشارة اخوانا، ضرتها مبينة شالعة، فطيمة ومهجنة يعني تبارك الله تبارك الله. وهذا فحل، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا فحل ما شاء الله. طبعا اخواني مطلوب جبارة على بعضهم، البيع 500 على بعضهم، $500 على بعضهم. طبعا اللي يريد وحدة ولا اثنين يختلف سعرهم بين 600 و $700. طبعا هذا حكي صاحبه، ورقم صاحبه موجود عندي، اللي يريد منه شيء الشراء. هذا الفطايم ما شاء الله تبارك الله على هالالوان الحلوه، اللهم صل على محمد. طبعا هذا اخواني مثل الحلال الحرشي، يعني الحلال الحرشي بيلو رقيبه، والحلال النجدي بيلو رقيبه، هذا الفحل سعودي نظامي نجدي ما شاء الله تبارك الله، كلهن من بعضهن يعني، كلهن من بعضهن ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد تبارك الله تبارك الله. يعني ركز زانكم على الفيديو هذا، لانه حلال صراحة نادر، نادر ما يتواجد مثله باسواقنا يعني، ما شاء الله تبارك الله. اللي يريد يحاشيني رقمي 0927 419 318، حط نداء سوريا زائد 963. السلام عليكم. السلام عمي خالد، حياك الله، شلون الحلال ابو خلود؟ والله اسواق ماشي حاله. اقول له شلون الحلال، يقول له الاسواق. ها؟ الحلال اقول لك شلون؟ الصلاة على النبي عليه. طيب ما شاء الله تبارك. طيبة نوع اول. نعم ما شاء الله. نعم نجادي نظامية هاي تبارك الله. شوف الدواء بذلنا ما شاء الله تبارك الله. صلى على محمد ما شاء الله ما شاء الله. هاي اللي جاد ايش تجي شباب؟ اللون والذيل نظامي. 500 ولا 300؟ شيخ تخراف على الدلال فواز ابو الوسام تبارك الله. شقد شقد ابو الوسام؟ يا غالي مرحبا، يلا حياك، شرفنا. على راسي يا ابو وسام، يشوفون المتابعين. نعم ترى هي الشخفه، ونعم تفضح علي فواز يبيعها. الله يرزقك، الله يرزقك، الله يرزق يا رب. هاي ابو واحد وربع لابو الخير، بس صلي على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. جاد يقول 3,125,000. يا ايه انت شو هاتفك سدد علي؟ اي بالله نفس هاتفك. لا حبيبي مو نفس هاتفك، قربوا لي جاي، قربوا قربوا، بس عادي هاتفك، هاتفك هوت 40 عادي يعني، هات هوت 40 برو يا معلم. الله يزعل منك يعني. على راسي علينا حلوه وما فعلنا 125. غزال شرفت يا ابو غزال. على راسي يا ابو سام، الله يبارك بك. 125 مو 3,100,000 دفع منا عليه 25، لا الشراء اشترى ولا البياع باع. البياع باع. نعم الله يرزق يا سيدي، الله يرزق. حاليا ما احنا قاضبين الا الهواء. شلون تجمع قرعة 10 رفيع؟ والله اللهم صل على النبي، على حظك ووجدانك تقول الكيس حصل 15. ما نعرف. طلبه كان عندك فوق.
صار 7 ملايين الجوز، يعني 3 ملايين و500 الوحده لحم ما شاء الله. نعم الفطام ب 23، هذا لنا مليونين و300 الف طام، هذا لنا مليونين و300، هذا لنا مليونين و200 الف طايم. شكرا لكم. مليونين و200 والطلب مليونين و300. على ابو ذياب، على غنوم قاعد يثبت الرجال. ايش بيه؟ شو الراي زايد؟ والله يا اخوي ابو فراش غيره ما انه فراش غير ما يطير. نعم 50 هذا راجل صلي على النبي. والله 50 راجل سواء مليونين و200 و10000. ها؟ نعم صار مليونين. اشتغلان حيوا فجر والله بنص لك انت ومصاري النقديه. صار نعطيك 5 ملايين والباقي جميعهم اعطيك اياه. لا تبالي. السلام عليكم اخواني متابعين الشرقيه للمواشي. طبعا انا رايح من دوار خشمان الى دوار الصباغ. طبعا المتابعين بسوريا والحسكة يعرفون المسافه هاي. طبعا رايح مشي، الدنيا الصبح لسه الشمس ما طلعت مثل ما انتم شايفين. هذا الشارع ورايا. طبعا رايحين تروح على سوق مشيرفة، سوق الغنم، تنصوروا شوف الأسعار، سيارات ما توقف، فلذلك الواحد يعتمد على حاله ويمشي زي ما لخان. يعني يريد حدا يقفلنا ما حد يوقف. الحمد لله الله كريم. بس انتوا اشتركوا بالقناة، زودونا المشتركين. تا شوي يزيد الارباح تا مش نقدر اشتري طريزيلة. دا شوفكم منظر والله لازم كل واحد يجي شوي يدحق عليه تا يعرف حاله ونهايته شذانه، تا شوي يكون عندنا رحمة لبعضنا لا حول ولا قوة. هذا هو المنظر. تمام، هاي هي هاي مقبرة خشمان. هذولا كلهم توفوا وما خلصوا شغلهم، ما لحقهم يخلصون. يعني كليتنا على فكرة، مو بس يعني ما أريد أطول عليكم المقطع أخواني، لكن أنا أريد منكم هو اشتراككم بقناتي. طبعا للي مهتم بهالموضوع، طبعا اذا كنت تشاهد الفيديو او قناتي اول مره فاشترك بالقناه قبل ما تقادر. طبعا الاجواء يا اخواني شبه حاره سديميه وبعض الامطار. شايفين الطريزيلة هاي تسوى مليون سياره، شايفينها؟ يلا اخواني خليت استراحه، قعدت على دوار الصباغ. هذا هو دوار الصباغ. طبعا مشان ما حد يفهمنا غلط، يعني ليش صورت ال جاي اصوركم انه تشوفون المعاناه ايش قد، يعني الواحد يعاني والحمد لله رب العالمين. مو مشان حدا يتحسن علينا او حدا يفهمنا غلط ابدا، ولكن انا احب احطكم بالاجواء كامله، يعني الاجواء اللي قاعد اتعرض لها ولله الحمد. وحتى مشان بس بين قوسين ما اريد اطول عليكم زياده، حتى ما حد يفهمني غلط ويقول لي يا ابو غزال ليش ما قاعد ترد على الواتساب، يا ابو غزال ليش ما قاعد ترد على الماسنجر. والله العظيم حتى تعليقات جتني على اليوتيوب، ناس تعلق لي وبلشت تنطيني مواعظ واحاديث عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بالتواضع. يا اخي والله انا ماني متكبر على حدا، لا عدم المؤاخذه، انا بشر مثلي مثلكم، يعني ليش اتكبر عليك؟ بالعكس لسه ما بس تصير القناه تطلع 1000 دولار اقوم ارد على حدا خالص. يعني والله ضغط مكالمات يا شباب، ضغط مكالمات والله العظيم، ضغط مكالمات. يعني اليوم يحكي معايا شخص على الواتساب بده ابو غزال شلون السوق، اقول له عليكم السلام جيد، بيش الخروف ايش قد انباع، بيش انعجب، بيش الفطيب، يا اخي اسئله كثيره. يعني انت مشان تعفيني من الاسئله هاي وحتى تستفيد 100% بالصوت والصوره، فشاهد الغناء راح تفهمني ايش، انت راح تريحني من السؤال وراح تتفهم الوضع 100% تماما. مو تكبر على اي انسان، فخلينا نكمل طريقنا نمشي احسن ما يروح علينا السوق. يلا بس لا تنسوا تشتركوا بالقناه، امانه الله.
حياكم الله حبايب قلبي، اخوكم ابو غزال البجاري من دوار الصباغ في الحسكة في سوريا. دلال العم ابو طلال، شلونك عم ابو طلال؟ تحياتي. كيف الحال؟ حبيب، شلون عمامي وقرايبي؟ كلنا بخير. السيات كلهم شلونهم؟ كلنا بخير الحمد لله. الله يبارك فيك، شلون السوق عمي يا ابو طلال؟ والله شفت السوق يا ابو طلال. شلونك ايه سوق تعبان؟ هذه هاي قبل اليوم جابت 33. ايه قبل يدفعون بها 30. اليوم يدفعون بها 3 ملايين، 3 ملايين. قبل اليوم جابت 33. نعم قبل اليوم 3 ملايين و300 دفع. طيب عمي ابو طلال هالغنم هاي عويك؟ هاي عويك 3 مليون. كم واحدة؟ ثلاثة؟ ثلاثة. الثلاثة؟ ايه. هلا عويك مشلعة ولا مي مشلعة؟ لا بلا مي مشلعة. مي مشلعة؟ سنة بروسة يعني؟ ايه. ايه بس جلة يعني؟ جلة. أضعافه؟ ايه. مليونين مليونين؟ ايه بالله. وشو ترد علينا أبطلة؟ والله طالب 25. طالب 25 مليونين ونص. اليوم جابنا 24، اليوم يدفعون مليونين. مليونين، أيوه، غيره شنو عندك؟ واحد هذا العلموس. هاي صارت 700. 700 علموس فطيمة. 700 ألف سوري. ايه. هاي ما سامت، هاي ما سامت، انا ما سامت. تمام ابو طلال، الله يجزاك خير عمي ابو طلال. على راسي والله. هذا رجل دلال عمي محمد العزوي. شو رايك عمي محمد؟ البدايه عندنا هذا، البدايه صار مليون و275. مليون و275. 75. شو السوق عمي محمد؟ السوق والله ثاني اسبوع، السوق زين ماشي حاله. الناس طلعت على نعم وقت الموسم. نعم. هذا 275 مليون و275. ايوه ولدنا 13. طيب غيره شنو عندك؟ هاي عندنا ثنايا، هذا طالبين ثلاثة وما حد طالبين. ثنايا؟ قراقير يعني ثنايا؟ ايه. 3 ملايين الطلب. اي الطلب بالوحدة. ما حد طالبين شيء، لسه عندنا الصبح ماشي بحدث. ايوه. طيب هاي الجبه شنو وضعها ولا شرف؟ الجيبة بيش هاي الجيبة؟ ثلاث ملايين وخمسمية لسما صغير. مطفل. مطفل. مطفل عطاني بيا خمسة ونص ما حد عطاني بيش. خمس ملايين وخمسمية ما حطاك بيش. تحياتي لك عم الله العظيم. نكمل مع رجب الدلال أبو فضيل الختيار. أبو فضيل الختيار. وين أبو فضيل الختيار؟ هلا هلا. شنو أول نقول لك أبو فضيل العزب الشب؟ ما زالك ما تجوزت خالص. والله ما تجوزني. ختيار انت ختيار. اهلين اهلين اهلين. انت اكبر دلال سنا بالسوق. نعم. مزبوط؟ انا اكبر دلال سنا. نعم. والحمد لله متعول عليهم كلهم. ونعم لك. افضل شنو الخروف هذا بيش؟ هذا خروف طالب 3 ملايين. 3 ملايين سوري. هاي مليون. طيب هاي ايش قد هاي؟ هاي مليون هاي. شنو وضعها؟ هاي وضعها بس ضعيفة. علموس؟ لا. ايوه مو على الموسم مليون تعبانه والجدايه؟ الجدايه والله اريدها ب 13 مليون و300 ما شاء الله. شوف الاربعات على اربعه اربعه دواب وسطيه وران شيع واحده وراها عي وراها وران فطايم. تمام دلال ابو حلا على بيك. كيفك يا عمي ابو حلا؟ اهلا وسهلا. شو السوق ابو حلا؟ والله ايام وزين. مو زين؟ لا والله. يعين الله يا ابو حلا. والله مو زين. اليوم جاي جايبني معاي ابنك؟ حق سندويشه ما عندي. لا له؟ اسعد فيه تبارك راس الدور. طيب. ايه. شوف الجدايه ابو حلا. جدايه. ربي الجدايه. ايه. ايه. جدايه مشتراتها. نعم. مليون و200. مليون و200 المشترى. المشترى مليون و200 وزاده المسكين. ايه. والسعين ما تجيب له ورقه. ولا ورقه. ولا واحد سام. ولا حدا سام. والله ما حد سامنا بنوب. ما شاء الله ربي الجدايه. ربي الجدايه. الصلاة على محمد. ما حدا دفع شيء. ولا ما في شيء بنوب. طيب ابو حلا يا ابو حلا شنو عندك يا ابو حلا النوب؟ الابواب العظيم كلها. الفطايم. فطايم. صغنونات. بيش ابو حلا؟ صار 900 ألف الوحدة. طيب. العويك. عويك هذا لنا والله. يعين الله والله يخليه. يعين الله. مثل ما نجي غير اجارات. صح صح. والسوق نازل ورا مليون الراس. نازل نازل. والله نازل يا اخوي. نازل بس ما حد يبيع يا اخي. كرهنا حالنا بالله. يعين الله يعين الله. العالم باعت بكسر. يعين الله يعني بدت تبيع بكسر جبالي. داعيك اخو وضحى اخو نعم اشتري 50 قرقوره خسارتها 50,000 50 مليون. يا ابو حلا خليها خليها والله سام خلينا دمرني يا اخي. الله وكيف نازلها اليوم 50 مليون خسارتي. صح صح خليها بعد اللحظات ان شاء الله يصير سوق ان شاء الله باذن الله. طيب العويك بيش؟ العويك والله ما صار بورقه. ايش تطلب من العويك؟ عليها 25 وما حد يسومنا. مليونين ونص. مليونين ثلاث. مليونين ونص وما حد يسوم. والله ما ابي. بخ بخ شنو يعني؟ لا نخدي ما يصير هذا لنا. مليونين و900. بخ يعني بخ طوبك لا تبخ. ما
يريد نقدي. مليونين و900 سوري. شو اختلاف المصاري بين النقد والدين؟ ايوه بخ بخ خمسه اعطيه خلصنا. يلا بخ 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 ينطيه 5 ملايين خارجيه والباقي انا اي صفحه مشان افوت عليها. فوت على قناتي على اليوتيوب الشرقيه للمواشي للدجاج والطيور. يلا عليك والله على راسي والله. مليونين و900 سوري الراس الواحد. تبارك الله تم البيع. هذا رمج الدلال عمي مسعود ابو صلاح ما شاء الله تبارك الله. نشوف وضع السوق والحركه عند ابو صلاح. هذه 7 ملايين بالجم. ابو صلاح شلونك ابو صلاح؟ هذا اخوي. شلون سوق ابو صلاح؟ والله اليوم خروف في بيع وشراء. خروف ماشي حاله. طيب مثل المعزه ذن شنو وراها؟ ولا حليب؟ ورانا واحده وراها توم واحده وراها واحد. شنو تطلب علينا ابو صلاح ذن؟ والله اطلب لي 5.5 5 ملايين و500 ما سال. طيب الخرفان؟ 3 ملايين و200 3 و200 الخرفان الواحد طبعا. هذا ابو صلاح؟ صار 3 ملايين و150. هذا النبي صلاح؟ ها؟ مليونين؟ 825. مليونين و800 مليونين 875. هذا مليونين و800. هذا مليونين و800. خروف جاي ينباع. ما شاء الله. على راسي الله يرزقك يا رب. طيب. ابو صلاح؟ اي وراه خروف. وراه خروف. شنو سعره؟ 4 ونص وما سمع. طيب الدواب اذن؟ اذن للجب. للجب حليب؟ صار 6 ملايين والطلب 7 اجوز طبعا. اي فطايم؟ صار مليون و550. مليون و550 الوحده. واذنه؟ مليون و675. مليون و675. الدقلي؟ هذا بعناه على 3 ملايين و200. 3 ملايين و200. ابجد دلال بطوح. عم بطوح شلونك عم بطوح؟ الله يحييك غزاله. ايش فيك حرام تجي ذاك اليوم لهين وترجع لهين وترجع؟ لا يا عم بطوح ليش؟ ما اعرف رجعنا نفس السالفه؟ لا انا ما اذكر. على راسي يا عم بطوح تفضحني انت يا اخي. لا ونعم لك على راسي يا عم بطوح. شلون السوق عم بطوح؟ والله اليوم هوازين ماشي حال ماشي حال. اي بس ما نزل حلال ها؟ اي طيب الجدايه شنو سعرها؟ الجدايه هاي 12 طلبنا عليها، هذه صارت 8 ونص مليون و200 طلب. اي هاي صارت قد؟ 850. الفطايم هاي انباعت مليون و700. مليون و700 تم البيع. سلام الله حي موجودي. نعم مليون و700. الغنم ذي طلبنا عليها 22 ما انسامت. هي غنم هالغنم هاي هاي؟ اي هركل يعني؟ هاي والله ماشي حالها ضعيفه شوي. وراها فطايم؟ وراها فطايم بي منها مولدات بي منها حيل. ب 22 شو؟ 22 بدون طليان. بدون طليان؟ اي بطليان ها؟ الطليان هذا لنا ب 7 ملايين الجوز. 7 ملايين الجوز اي ما شاء الله. شو يا بعد؟ الله حي ابغى الجوز. مبارك على راسي انت فوق الراس. الله يسلمك. شلون السوق بعد؟ والله مو زياده. مو زياده. اشوفك اليوم هنا اليوم اشوفك قاعد بسوق بشير والله ما رحت لغايه ما بيحرك زياده. ما بيحرك عين الله. رب جلال عمي محسن الحنان ابو احمد. شوف شنو عنده ابو احمد. عويك اليوم ابو احمد الغالي. شلونك؟ شلونك عم ابو احمد؟ هلا بالغالي هلا بيك هلا ابن عمي. شلون سوق عمي ابو احمد؟ والله ماشي الحال ماشي الحال زين 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 ماشي حاله. طيب الجدايه اذا؟ هذا يقولوا لي 11 واني محنا حول القاله. مليون و100 دفع؟ نعم. طيب هذا شنو هذا صغار؟ هذا خريفات والله قاعدين يجنون بهن ما تو نعم. صغار. إيه مثل هذا شو تطلب علينا ابو احمد؟ والله اطلب عليهن غرفانه لان 15 يعني. مليون ونص. طيب هلا. طيب طالبين 15. هالشيله هاي ابو احمد؟ والله الشيله هذه طلبنا عليها 25. مليونين ونص. نعم. ما صار دفايع؟ لا ما صار دفايع. لا ما صار كل شيء يا ولد. مليون مليونين و500 ما صار. نعم. اي ما صار كل شيء طلبت عليهم 18. مليون و800 ما صار شيء. نعم. كانوا الحلال قليل جدا بالسوق. والله قليل، احنا كل ما يتصل علينا واحد نقول له ما بيسوق. ما بيسوق وما يجي. تمام ابو احمد على راسي يا ابو احمد. 15 دلال دحام ابو احمد. نبلش من هنا عند المرايا عذرنا. هلا ابو غزاله. شلونك ابو احمد؟ هلا والله شلونك؟ الله يكرمك. مبارك صحتك. الله يحفظك. شلون السوق ابو احمد؟ والله السوق مزين يا ابو غزاله. مو زين. شنو المرايا عذرنا ابو احمد؟ المرايا عذرنا صار مليونين و650 على فجر القزبي. مليونين؟ مليونين و650 هروم. هروم. تسعة ونص. ابو احمد قعدات ولا مين قعدات؟ والله يا ابو عنده بركه في الراس رايحين. إيه؟ اقدر اقول لك لاني سارح مين تقول لي قعدات ولا مجاهد. صاحبني كفن ولا بنوك؟ انا مكفن بس رايحين زي ما تقول لك عنده 2000 عظم. ليه؟ اللهم صل على النبي عنده حلال بركه. مع المرايع جاد اما لحالي ما اقدر اقفل هنا والله. هرم مو؟ ابن هذا مشلع وهذا اثنين مو مشلعات بس لا تقول هرم. بعتهم؟ لا لسه ما بعت. وش تريدهم؟ قلت لهم اريدهم 3 3 ملايين 3 ملايين
نعم. جوا 3 ملايين من الحل يعني؟ لا مال. ما شاء الله عليه. طبعا بدون كفالة جلات كبار بس. طيب نكمل. هذا الفحل المعز. هذا ما صار شطر من 5 ما صار. 5 ملايين تيس ما صار شيء. نعم. ايه خرفان هذه صارت 2,200,000 مليونين و200 قالوا مثلا اليوم اسبوع ما حد تبيع. ايه نعم والله ربعك شو يصير فيها؟ 2,525,000 2,525,000 الخرافه هاي بعناها. نعم و شنو نبع عندك؟ هاي نبع 1,700,000 1,700,000 هذا الدواب اللحم ابو ولا غير؟ هذا 10 10 ما صار شيء لسه ما صار شيء. ايه نعم ابو احمد انت رقمك عندي مو؟ 0923 يا خراف وين وصلت وين صارت؟ صارت 2,200,000 3,200,000 خرفان والطلب 3,200,000 صارت والطلب ايش قد عليه؟ الطلب 3,300,000 يا ابو سليمان وينه؟ هو غايب هذا سليمان شنو هذا؟ اليوم خارج التقديم الدواب هذا شنو وضعه؟ السوق بارد حي شايف مو حامي تاسير اي بالله مو حامي شنو الدواب ابو سليمان هذا؟ والله يريده 35 ودفع 3,000,000 ايوه دفع 3 والطلب 3.5 كانوا حركه ضعيفه بعد 28.5 هاي 2,850,000 كانوا حركه ضعيفه حلال قليل ولا عاد تحت الصفر يعين الله شلونك السوق كانه معيد انا معيد عيد العمال عيد عيد العمال هذا بجدل عمي دلو يا عمي دلو شوف وضع السوق خفاني والله حركه ضعيفه وسوق قليل شو عم يدلو؟ كل عام ابو غزاله اخبارك؟ والله الحمد لله شلونك؟ الله يكرمك، شلون السوق عم يبدلو؟ والله سوق ركود ايه شنو وضع هذين الدواب؟ هذين قراجير صار 3,000,000 3 قراجير 3,000,000 سوري خروف هذا الخروف هذا اسود علموس يعني علموس ايش قد صار؟ مليونين علموس والفحل؟ زاد علموس معناه صار 43 ما بعرف ايوه 4,300 صار اي طيب شنو عندك؟ الخروف صار 3,000,000 3,000,000 سوري ايه. نعم طيب هذا الخرفان طيب هاي بعناها 1,750,000 1,750,000 ايه تم البيع ايه تم البيع فطايب طيب الغنم قديش عم يدلو؟ صار 28 نقدي شنو الغنم هذي شنو الغنم؟ 1,800,000 غنم جنية ايه 1,800,000 سنها وسط مو؟ سنها فيها نعجة وفيها ثنية زي ايوه زينة سنة ممتازة غنم زينة 1,800,000 صارت نعم ايه طيب هالخرافة هاي؟ هاي الفطايب ما صارت شو ما صارت الخرفان هاي؟ الخراف هاي مباعت 29 1,900,000 1,900,000 ايه تم البيع صار 3 صار 1,675,000 السوق يعني مدري شنو وضعه ركود والله ركود بيع قليل بيع نزول بالاسعار ولا؟ بيع نزول بالاسعار وبيع قليل وبيع قليل ايه بس كانه النزول يعني ما حد قاعد يبيع ما حد يجذب ايه خسران العالم يا اخي بيناس كذا خسران خسران الراس 500,000 نعم هذا بجد دلال حمد الشعف بس ما اعرف وين رايح عمي حمد هاي فطام لحم جيده الطلب بها 2,000,000 سوري الفطيمه الوحده تبارك الله اما ما صار به دفاعيه لسه ما شاء الله طيب اجدي هذا 1,650,000 سوري جدي والعنزه والله طلبنا 3,500,000 وراس خيله ما صارت هاي لحم حايل والله حايل حايل بيش تطلبون عليه 2,500,000 مليونين و50 عطيه ابو علي شو رايك عم ابو علي؟ اهلا وسهلا شلون السوق عم ابو علي؟ والله ماشي حالي يعني تدفيش اليوم تدفيش ايه شنو عندك انسان؟ هنا خراف هي فطيمه والله هذا خروف صار 3,000,000 الخروف صار والفطيمه؟ الفطيمه يا فرحان 18 1,800,000 تريده انا عجه انا عجه هاي ولا لسه ما انسامه طيب ما زعل حليب سامن؟ 25 2,500,000 انسامن حليب لجة كبار المعزوم آه ماشي حالك شو خال شلونك الله يحفظك الله يكرمك الخرفان هذا ابو علي هذا 6 خرفان 5 خرفان السوم على الخروف اخواني السوم على الخروف واللحم جيد يعني ماشي حاله ينباع يعني ايش قد ابو علي ذن الخرفان 300 طلب تماما ما صار امشي